حمل علي عسيري كل تلك الأسرار التي تمرس عليها عن فن إعداد وجبة الحنيذ الشهيرة في تهامة عسير، وقرر أن يتحمل المغامرة في إطلاق مشروعه الخاص في مدينة جدة. علي لم يكتفي بالإشراف على مشروعه، بل أصبح يقوم بالعمل بنفسه ومتابعة كل التفاصيل لضمان الهدف الأهم، وهو نقل المذاق الحقيقي لعشاق هذه الوجبة. ومنورنا أبو نواف بنفس اليوم في استوديو، اهلا وسهلا. اهلا وتشرفت، الله يعطيك العافيه. فعلا لي شرف بلقائك والله في نحن اكثر، وهو الشباب كلهم في الكنترول يعرفوا انه هذه وجبتي المفضله، جوعتنا اليوم. الله يا علي العافية. فعلا الله يعطيك الله العافيه. واللي عرفتها في البدايه انك كانت يعني الكشتات المستمره اللي بتطلعها مع الاصحاب هي بداياتك لتجربه او طبخ الحنيذ العسيري المضبوط اللي جاي من تهامه عسير، فكلمنا شوي عن البدايات. الله يعطيك العافيه. والله البدايات هي سبحان الله، يعني تعرف الكشتات طلوع مع الشباب والحمد لله، يعني فحنا عندي انا عده اصناف بس مايل للعسيري اكثر، فالحمد لله حبيتها واجدتها. كنت انت طباخ الاصحاب؟ اي لما نطلع كشتات، لما نطلع رحلات، انا جامعه عائليه ولا شيء، انا اللي في الواجهة على طول. ما شاء الله تبارك الله. طب كثير يعني علي يسوون الحنيذ، ولكن السؤال ليش بالذات يعني تهامة عسير تحديدا هي أكثر المناطق اللي تميزت في الحنيذ العسيري؟ الله يعطيك العافية. بالنسبة للحنيذ هو بصفة عامة، مو بالتحديد على عسير الجنوب بصفة عامة، ولكن الاختصاص، يعني زي ما تقولين في ناس مختصين وكل يعني زي ما تقولين ديرة ولها طريقتها في الحنيذ. حتى عندنا في الحجاز في أبها لا بس طعم تهامة عسير غير الطعم. الحمد لله. ليش؟ لأن عندنا احنا الملة، تسمى الملة اللي هي الملة هذه اللي هي الحفرة مصنوعة من مبنية من حجر. فالملة هي هذه اللي هي سر الطعم في كل شيء فيه. والمرخ كمان تجيبوه من تهامة. المرخ والسلع. والسلع. السلع هذا له طابع ثاني. الله. نعم. جوعتنا. الله. أنا أعرف اليوم ما بتعطينا كل الأسرار، ولكن لو مثلاً تقول لنا أساسيات طبخ الحنيذ. هو الأساسيات أهم شيء، عندنا الأساسيات إنه يكون شو اسمه المحنت عندك إنه يكون من حجر مبني، السمة عندنا معروفة الملة. الشيء الثاني عندك الصنفين هذه لازم تكون موجودة إذا تبغى تتميز في طعم الحنيذ الأصيل، اللي هي المرخ والسلع. المرخ والسلع هي أهم حاجة، أنها تكون موجودة هي أهم شيء. الشيء الثاني ترتيب اللحم، يعني ما كل من جاء قال الحنيذ أنا طبخت، لا، له أسرار وله يعني توجهات. طب اعطينا شوي كذا بعض الاسرار. ممكن بعد الكاميرا. بعد الكاميرا، هذه اسرار المهنه مقبوله. طيب نحن شايفين على الشاشه هذه اللقطات، وهنا احتاج منك يعني نتكلم شوي عن الخطوات اللي بتصير قبل ما تحطوا اللحم مثلا في هذه الحفره في المله. ايش كيف بتجهز اللحم؟ نجهز اللحم اول ما يجينا اللحم اساسا اجيبه مثلا من المصلخ. طبعا لابد نجفف اللحم، لابد أن يكون الموية اللي كانت فيه يجف، يكون اللحم جاف، يكون ألذ أكثر وأكثر يعني. أما إذا كان جفت فيه باقي موية شوية كذا، لا، ما حيكون إيش الشيء اللي أنت تبغاه. في يكون يطلع مقمر، يطلع له طعم ثاني هناكها يعني. لازم يكون اللحم مجفف. مجفف. نعم. وطيب طريقة توزيع اللحم أيضا في الحفرة، هل لها تكنيك معين ولا أنتوا بس كذا يعني تحطها؟ لا، لازم من الترتيب. ما هو السبب اللي أقول لك، يعني ما كل واحد قال لك أنا حنات جاء، لا بالعكس. طب اشرح لي شوي كيف يكون التوزيع؟ طبعا التوزيع يكون أول شيء الريصان، الذبائح، الرقاب، وبعدها من الأكبر في الأكبر، يعني اللحم اللي يكون إيش أقوى، لين آخر طبقة هي فوق اللي هي الأضلاع، الكبد، في شيء اسمه الأوراك. الأوراك اللي هي الرجل، يعني الرجل. الورك. نعم الورك. نعم.
فهي اللي حتكون من فوق دائما، لان اللحم حقها ايش؟ طري وتستوي بسرعه. الله على الموزات. الله يعافيك. طيب انت ما تسوي الا لحم ولا تستخدم ايضا الا التيوس، اضف الى ذلك انك تحرص انه هذه الذبايح يعني تكون من الديره. نعم. فابعرف وش السر؟ السر يعني الذبايح عسير او الجنوب تميز انها حقت مرعى، يعني عندك امهاتها ترعى وهذا، فتيجي الغذاء حقها ايش هو؟ الحليب. فتاخذ الفائده هي هنا يبدا الطعم. لكن في بعض الناس اللي يحطوا لك المسمن، اللي يحطوا لك الابر، اللي يحط لك لا. لكن لما تطلع هناك تاخذ من انتاج المنطقه يكون افضل وألد. ليش الناس تيجي تقول لي والله اللحم الذي اللحم يعني غير طبيعي، يعني شيء كبير هنا. اي والله ونشهد. ايوه الله يعطيك العافيه. الله يعافيك. فهنا السبب. يعني لما تكون انت تجيب من الاصاله من هناك عن عسير او من الجنوب عند واحد تعرف انه ثقه، تعرف ان هذا له مرعى ولو لو لو هنا الكلام. طيب يعني بكل صراحة المطاعم عندنا في جدة يعني ما شاء الله تبارك الله كثيرة جدا، والمنافسة أيضا في نفس الوقت صعبة. إيش اللي خلاك تقرر أنك مثلا تفتح في جدة لما فتحت في تهامة مثلا؟ والله شوف أنا نظرت إن جدة يعني زي ما تقول تحتاج تحتاج الشيء ده يعني. وفي ما شاء الله تبارك الله في مطاعم يعني برضه جنوبيه ما شاء الله تبارك الله يعني اي عندهم الجوده وعندهم كل شيء، ولكن رزق من الله سبحانه وتعالى. ثاني شيء جده هي الهدف، يعني اني انا زي ما تقولين صريت الا انا اجيب انتاج منطقه عسير، وانا اكون فخور بذلك يعني. اكيد راح فخور. طيب كيف كانت البدايات او ما فتحت المشروع؟ يعني انت فتحت مشروعك ولله الحمد، كيف شايف اراء الناس؟ كيف شايف ايضا خصوصا مع وجود منافسه كبيره؟ والله الحمد لله، اللهم لك الحمد. عندي مطعم تهامة عسير معروف يعني، ما يحتاج اني انا اتكلم عنها ولا ودي اني انا اتكلم عنها. ليش؟ لان اللي يتكلم عنه ويرفعني فوق العميل. العميل هو اللي حيتكلم، هو يحدد مستوى المطعم هذا ولله الحمد. طب كيف تهتم بالجودة؟ الجودة أنا اللي أنا أشرف عليها بنفسي، ومختار اللي أنا مدربهم كل في اختصاصه، ومدربهم تدريب يعني جدا وبإتقان. أحيانا أنا أجي أقول له أنا تعبان، يعني اقول له انا اللي شايفينه في الفيديوهات ما شاء الله انه انت بتطبخ بنفسك وتشرف على كل جداً. احيانا الاكل بنفسك. اي انا احيانا اجي اقول للعامل عندي انا تعب ما قدرت، ولكن انا فيني، بس اني انا ابغى اشوف تجرب ابغى اشوف الموظفين عندك. ابغى اشوف هل الاتقان حقي يطبقه ولا لا. الحمد لله اسافر. انا اليوم لما جاني اتصال اليوم بدري كان طالع على الطائف. انا وش عندك في الطائف؟ افتحها فرع عندكم هنا؟ لا لا والله ليا شغله هناك، ولكن الحمد لله جاني الاتصال وعلى طول جيت. فانا اعرف من يكون موجود وراي، واعرف انا وش سويت مع عمالي للاتقان يعني. طيب وش اكثر الاراء اللي تجيك من العملاء ومن الزوار اللي والله أمضع. الحمد لله عندي اذا كان ما انت حاجز بدري ما تلحق، هذا دليل، هذا الناتج اللي فهمت عليه. آرائهم مبسوطين جدا ولله الحمد. شخصيات كبيرة عندي عملاء، يعني من الشخصيات اللي في اي بي، شخصيات مهمة دا جداً المطعم جدا، سواء يجوني او يجوني السواقين حقهم ياخذون طلبهم يمشي. ما تفكر مثلا في التوسعة أبو نواف، أنك يكون لك مثلا أكثر من فرع عندنا في جدة، في الرياض أيضا؟ والله إن شاء الله. هنا بالنسبة للمطعم هنا نقطة الانطلاق، يعني البداية من هنا، وحتشوفوا إن شاء الله بمشيئة الله شيء يسر الجميع. في جدة، في يعني مكة، الطائف، الرياض، إن شاء الله بإذن الله. طيب مثلا يعني لو صار عندك ضغط او مناسبات، لو كانت الكميات كبيره وما عندك مثلا خلصت الذبايح اللي من الديره، ايش تسوي؟ لازم انا عندي داعم على طول ما يوقف هنا بجده. لا من العسير يعني لدرجه يعني زي ما تقول يكون في الحوش يعني 50 مثلا موجوده،
على طول جيب يعني ما اقدر ال50 هذه ما تغطي معي 24 ساعه ما شاء الله. اي ما تغطي معي ال50 ما تغطي ما تغطي في اليوم يعني بدا صار في الحوش مثلا 50 موجود خلاص ما تغطي معايا ابدا ما تغطي معايا لازم اخلي الدعم يدعمني على طول. وقاعد اشوف في حاجه غطيتوا فيها الحفره وبعدين تحطون تراب ليش؟ عشان يستوي عشان يستوي تكتموه يعني عشان يستوي. ولاحظناه كمان انه مثلا عندكم في المطعم ما عندكم الا صنف واحد هو الحنيد. الحنيد ليش ما فكرت مثلا انك تدخل اصناف ثانيه اطباق ثانيه مثل المندي المضبي الدجاج مثلا اللي ما يحبون اللحم؟ والله بانك تتخصص الواحد. نعم فهمت. انا اتخصص في بعد الاخرى ممكن فيها الاختصاص من هنا لانك تعمل على الاختصاص صح لكن تكسب فلوس اكثر لو دخلت اصناف مثلا. والله انا المشكله مو اني انا اكسب، انا عندي الاتقان اكثر من المكسب. يعني بيجوني ناس يعني عندهم مثلا ضيوف اجي انا سواء جاب الذبيحه حقته من برا سواء او من عندي فانا اتغنى. اهم شيء اني انا اهتم في الشيء اللي يجمل ضيوف شو اسمه الزبون. هذا اهم شيء عندي اكيد. في يعني شفتك وانت كذا ترش الملح الحجري. ليش الملح الحجري؟ نعم. ليش بالتحديد ملح؟ لانه طبيعي ما مصنع. تحب تستخدم المواد الطبيعيه جدا أنا هي الافضل. ولاحظت كمان انك مثلا ما تحط بهارات ما تبهر اللحمه، ما تحط مثلا صوصات، ما تحط اي شيء ثاني. ليش؟ بالنسبه للحنيذ، الحنيذ هو يجيك ينزل حر ما معه ولا شيء بدون بهارات بدون شيء. البهارات حقت السلع والمرق بس والملح الحجري. الملح الحجري بعد ما يستوي كمان. وخصوصا مع الاجواء اللي قاعدين نعيشها حاليا في جده والامطار الجميله الموجوده عندنا نحتاج حنيب يا جماعه فعلا جات. الله يحييك. يعطيك الف عافيه ابو نواف حقيقي ونتمنى لك كل التوفيق في مشروعك وان شاء الله نشوف لك فروع قريبه جنبنا ما نبغى بعيد. لا لا ان شاء الله باذن الله باذن الله حتشوف ان شاء الله فروع باذن الله. وانا والله العظيم جدا سعيد باللقاء معاكم. نحن اسعد ويعني كان لما جيتيني ذاك اليوم مع الوالد طبعا والله انا ما اعرف انا لان انا مهتم في الامور ذي في المطعم كثير ما بعد عن التلفزيون ما بعد عن شيء. فلما تكلمنا ذاك الليل والله فرحت وسعدت. بالعكس نحن نحب ندعم المواهب السعوديه الشابه واللي فعلا تستحق هذا الدعم. وانت يعني حقيقي فنان حبيبي. الله يعطيك العافيه. لحم اكلته في حياتي. يعطيك الف عافيه ابو نواف ونورتنا وشرفتنا اليوم. النور نوركم وانا اللي الشرف والله شرفت انا اللي تشرفت فيكم جميعا. الله يعافيك. جاهدين مكملين معاكم وبعد الفاصل متلازمه توريت تحول الى فيلم قصير في خطوه لتسليط الضوء على المعاناة.